احتدام الصراع بين الإعلامي مقداد محمد والإعلامي قيصر الجاسم بسبب الكاميرا الحديثة من نوع بريج. قرية النعناع تعلن عن حل اللجنة المكونة من تحسين أبو سجادة وقيصر أبو العلا وأحمد زيد، وذلك لاستضافة بطولة العالم للبلول بسبب خلافات بينهما على بعد النقرة من الخط. أهالي قرية صف التوث ينتظرون رمضان بفارق الصبر، ليس من أجل الصوم وإنما من أجل ضرب الباتشات عند الحج أول أيام العيد. مدير الطرق والطسات في هرارة الأستاذ حمود المطلق يطالب بتبليط الطريق الرئيسي لأنهم أصبحوا قادرين على استخراج الزبدة من اللبن أثناء المرور من الطريق، وذلك لكثرة الطسات. وادي الصفا وتلواعي وزهرة وزناوير يعلنان أن يوم غد أول أيام رمضان المبارك، بينما أعلنت كل من الحورية وقنعوصة والخضرانية أن يوم الجمعة أول أيام رمضان المبارك، وذلك لنفاذ مادة العدس لديهم. قرية تلون ناصر تعلن أن يوم غد أول أيام رمضان، وذلك بعدما رأوا الهلال على سيارة إسعاف حسب ما أفاد مراسلنا يوسف الموصلي.